جمعنا وطلعنا، لبسنا الزي الأسود، طلعنا ننظف جاي تشوف إيدي، وحتى أكل جبنا وصواني. أولاً إحنا ما نريد استقالة عادل عبد الله، أوكي خليه يستقيل، هذا شيء المفروض يسويه قبل أشهر مو سوى، هذا شيء المفروض يسوي أول ما طلعنا. إحنا نريد إسقاط الحكومة بأكمله. إحنا يعني شلون راح أعطيك مثال، أنا آسفة على الألفاظ اللي راح أحفظها، إحنا ما نريد حيوان واحد يطلع من حديقة الحيوانات، نريد الحيوانات كلها تطلع من العراق، ما نريد أحزاب، نريد واحد يلزمنا ينطينا وطنية، ينطينا حب، عنده حب للوطن، ما نريد أنا واحد يدور مصالحه، إحنا هدفنا واحد، إيران برا برا وإن شاء الله بلدنا تبقى حرة، وما نريد ولا واحد منهم، والله عاد إعدام، شنو استقال؟ هو قتل، هو دس قناصين، هو دس قاع سودة علينا، شنو استقال؟ ماكو الأحزاب كلها ماكو، كلها تنعدم، وباقين وننظف وناخذ أكل وكل شي نسوي، وباقين وياكم، ويساحة التحرير ويساحة الحبوب ودماكم ما تروح خالي بلاش، إحنا وياكم للموت، وإن شاء الله كلهم يروحون.